سيداتي أنسات سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن أكون مع حضراتكم عبر قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي لنقل المباراة النهائية في بطولة كأس الأندية أبطال الكؤوس الإفريقية رقم 39 للرجال، والتي تجمع بين النادي الأهلي بطل السوبر الإفريقي وبطل الدوري المصري وبطل كأس مصر في مواجهة الغريم التقليدي نادي الزمالك، لقاء نهائي أفريقي بنكهة مصرية 100%. طرفي اللقاء مشاهدينا الكرام لا ينقصهم أي حماس أو إثارة لأداء أفضل مستوى فني للوصول إلى المركز الأول والميدالية الذهبية والتأهل إلى مباراة السوبر الأفريقي في العام القادم إن شاء الله. لقاء لا ينقصه السخونة، لا ينقصه الإثارة، لقاء بيجي بعد أيام قليلة، وكان بالتحديد يوم الأحد الموافق 7/5، وكان لقاء نهائي السوبر الأفريقي اللي جمع بين الأهلي والزمالك أيضا، ثم في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية للأندية الأبطال بيقابل الأهلي نادي الزمالك تاني في عرينه في معقل النسور الحمر في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. نزلوا الفرقتين، هنقول لحضراتكم التشكيل، استمعنا مشاهدينا الكرام إلى التحليل لكل العناصر وكل الأوراق الرابحة في صفوف النادي الأهلي وأيضا في صفوف نادي الزمالك عبر الاستوديو التحليلي بقيادة الكابتن هيثم السعيد، وأيضا بضيوفه الكرام الكابتن إبراهيم السيد والكابتن فوزي فضالي والكابتن ياسر صلاح والكابتن محمد عبد الله. النادي الأهلي بزيه التقليدي الأحمر والشورت الأسود، نادي الزمالك بالتيشيرت الأبيض والخطين الحمر، وآدي الصوت واصل لحضراتكم من ملعب اللقاء وصالة الأمير عبد الله الفيصل اللي بتحتضن النهائي زي ما قلت لحضراتكم. تشكيل الفرقتين قلنا لحضراتكم وسمعتوه من الزميل هيثم السعيد، محسن رمضان، مصطفى خليل، شهاب عبد الله، اسلام حسن، عبد الرحمن فيصل، عبد العزيز ايهاب زيزو، عبد الرحمن طه، احمد خيري، عمر سامي، احمد وليد، ابراهيم المصري، مهاب سعيد، ياسر سيف، احمد هشام سيسا، واحمد عادل، وعمر خالد كاستيلو. ده تشكيل النادي الاهلي. جهاز النادي الاهلي كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد بالنادي الاهلي، مستر ديفيد ديفيز المدير الفني، والكابتن محمد ابراهيم مدرب، وايضا بيعاونه فينو لوزرت كمدرب مساعد ومدرب لحراس المرمى، ودكتور عمرو محمد اصابات ملاعب وطبيب الفريق، وكابتن اسامه محمد. اما نادي الزمالك فتشكيله كده سريعا هنقوله لحضراتكم، اكرم يسري وعلي محمد ومودي بسيوني واحمد مؤمن صفا دودو واحمد الاحمر وعلي هشام واحمد ابو الفتوح حماصه وخالد ابراهيم او خالد وليد وعمر الوكيل بكار وحسن وليد قداح وحازم ممدوح ومحمد مجدي واحمد الاحمر ومحمود خليل فلفل وشادي خليل وكريم هنداوي وعمر الفولي. لقاء زي ما قلنا لحضراتكم لا تنقصوا الاثاره، لا تنقصوا القوه والحيويه. طاقم تحكيم لقاء اليوم مشاهدينا الاعزاء طاقم التحكيم الجزائري سيدي علي مهدي ويوسف بالخيري. رمية الإرسال وضربة البداية ستكون مع نادي الزمالك بجهازه الفني من خارج الخطوط كابتن أحمد رمضان وأيضا إيهاب محسن
ومحمد أشرف والكابتن محمد عبد المنعم لحراس المرمى. لحظات قليلة، وطبعا الكابتن حمادة عبد الباري مدير الفريق. لحظات قليلة وأدي صوت الجمهور اللي مولع اللقاء من قبل ما يبدأ. مشاهدينا الكرام، لقاء نتمنى فيه التوفيق للفارس والمارد والنسور الحمر إن شاء الله، ويكملوا عشان يحصلوا على الرباعية دوري وكأس، وكأس سوبر أفريقي، وأيضا كأس الكؤوس الإفريقية. انطلقت المباراة مشاهدينا الكرام. نادي الزمالك مودي في نص الملعب، على يمينه أحمد الأحمر، وعلى شماله محمد إمام أهو رقم 62، أحد الصفقات اللي بيدعم بيها نادي الزمالك صفوفه في هذه البطولة بالإعارة. وآدي تحذير مع أولى الهجمات أهي من يوسف بالخيري وجمهور النادي الأهلي اللي مولع الدنيا ومولع اللقاء حماسة وإثار ومؤازرة لفريقه، ولا يكل ولا يمل منذ بداية اللقاء. وآدي المصري وبتقع الكورة من مودي بسيوني وتبقى صفارة وفاول ورمية حرة. عبد الرحمن طه في حراسة المرمى، وأحمد خيري في الدفاع رقم واحد، وسيسة وفي النص في الثلاثات عبد الرحمن فيصل وإبراهيم المصري، وعلى يمينه مهاب سعيد، وفي الجناح عمر خالد كاستيلو. أولى التصويبات والتصديات للقائم، وآدي كورة من كاستيلو توصل إلى المصري على الدايرة ويصدها كريم هنداوي مع أولى التصويبات. وآدي كارت أصفر على مين؟ على عبد الرحمن فيصل من النادي الأهلي. الفرقتين مشاهدينا الأعزاء متابعي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، الفرقتين وصلوا إلى المباراة النهائية بعد ما أدوا اللقاء دوري المجموعات. نادي الزمالك كانت مجموعته خمس فرق فأدى أربع لقاءات، فاز في الأربع لقاءات. أما النادي الأهلي فكانت مجموعته ثلاث فرق، أربع فرق أدى ثلاث لقاءات، حسمهم لصالحه في الثلاث لقاءات. وهنكمل مع حضراتكم بعد الهجمة دي اللي قطعها الدفاع الأهلاوي وتوصل لخيري ويخش معاه مهاب سعيد، وأولى التصويبات اللي تفيد وتخلي الجمهور سعيد في المدرجات ويسجل أول أهداف النادي الأهلي. وتاني تصويبة بعد رمية الإرسال بيصوبها مودي، وتألق منذ بداية اللقاء لعبد الرحمن طه، السد العالي في العريض الأهلاوي، ويتصدى لتصويبة مودي، وكان معاها صفارة وإعاقة وفاول ورمية حرة. نادي الزمالك في الأجنحة عمر الوكيل بكار في الوينج ليفت، وأكرم يسري في الوينج رايت، ومحمد مجدي في الباك ليفت، وأحمد الأحمر في الباك رايت. وتاني أحمد الأحمر بيعدي ويصوب، لكن طه بقول لحضراتكم بيتصدى ويمنع. وآدي مهاب وتصويبة تاني، مش عايزين تسرع يا مهاب. وآدي أحمد عادل فعلا بيقول له اهدى، خد وقتك في الهجمة. خيري والتعاون ما بينه وما بين أحمد عادل على الدايرة. التشكيل الهجومي بقى للنادي الأهلي، بيطلع المصري وينزل أحمد عادل. وطبعا عارفين مشاهدينا الأعزاء إن بعد مباراة السوبر الأفريقي اللي انتهت لصالح النادي الأهلي حصل تغيير في القيادة الفنية لنادي الزمالك بإنهاء التعاقد مع ماتيو المدير الفني الإسباني للقلعة البيضاء، وبقى المسؤول الأول هو أحمد رمضان اللي واقف قدام حضراتكم على الخطوط اهو. خيري ويعدي، خيري ويحاول يلعب الكرة لأحمد عادل، لكن يقطعها الدفاع الزملكاوي ويروح بكار لعلي هشام لخالد وليد عفوا لأحمد الأحمر،
لمودي وبيهدى تاني الهجوم الزملكاوي ويطلع احمد عادل عشان ينزل المصري تاني في مركزه الدفاعي في عمق الدفاعات الاهلاويه في مركز ثلاثه جنب عبد الرحمن فيصل. دقيقه خمسه مشاهدينا الاعزاء، واحد الاهلي لا شيء الزمالك، شادي خليل على الدايره ومحمد مجدي اللي غير مركزه وجه في نص الملعب هيحاول يعدي لكن المصري قافل تماما، مودي قافلين على لاعب الدايره اللي كل الخط الخلفي ليه الهجوم الزملكاوي بيحاول يوصل الكوره لشادي خليل رقم 77 لاعب الدايره اقول له قدام حضراتكم، لكن كره تقع من احمد الاحمر وسيسا ركز في الدفاعات على احمد الاحمر وما كانتش عينه رايحه مع الكوره لانه لو كان عينه شايفه الكوره كان هياخدها ويسيب الاحمر اللي وقعت الكوره منه. تاني سيسا اللي بيدافع في مركز اثنين وقافل تماما مركزه الدفاعي على الهجوم الزملكاوي حتى الان. اشاره اللعب السلبي مودي ويصوب مودي طه بكل اجاده واداء رجولي يتصدى وتوصل الكوره من خيري لمهاب ومن مهاب لسيسا يشوط لكن هنداوي يقفل مرماه تماما ويتصدى لتصويب سيسا احمد هشام من الجناح الشمال الوينج ليفت وتبقى تاني تصدي لهنداوي بعد تصدي ما تصدى لكوره من احمد من المصري على الدايره وبيشوط فيصل بقى اولى تصويبات عبد الرحمن فيصل من بره الثلاث بره التسعة متر وشايفين حضراتكم جمهور النادي الاهلي مالي صاله الامير عبد الله الفيصل بيأزر فرقته وتوصل الكوره الى محمد مجدي اللي بيخترق بين مركز اثنين وثلاثه من عمق الدفاعات الاهلاويه ويصوب ومعاها اولى اهداف نادي الزمالك في الدقيقه كام بقى؟ في الدقيقه سبعه مشاهدينا الكرام. تاني حاول دفاعات الزمالك ان تعمل هجمه مرتده عن طريق شادي ويطلع الكره لاكرم يسري لكن فيصل بذكاء يقطع الكره ويمنع الفاست بريك الهجوم المرتد الزملكاوي من الوصول الى نص ملعب النادي الاهلي وتبقى الكره هجمه مع النادي الاهلي. فيصل يخش ويصوب لكن شادي وخالد وليد قافلين تماما الدفاعات الزملكاويه لسه عايزين يا اولاد عايزين يا رجاله نهدى شويه واكيد ده هتبقى تعليمات مستر ديفيد ديفيز من خارج الخطوط مش عايزين الهجمه تخلص ويبقى فيها استعجال وتسرع زي ما شفنا دلوقتي تاني من مهاب سعيد بيصوب تصويبه كده سريعه ثباته وهو واقف بدون ارتقاء ولكن يتصدى كريم هنداوي وتبقى رميه مرمى لصالح نادي الزمالك يلعبها على طول ويروح بيها الهجوم الزملكاوي عن طريق مودي وشادي لكن الدفاعات الاهلاويه بتعمل ارتداد دفاعي سريع وتبقى صفاره وفاول ورميه حره لصالح نادي الزمالك. تاني مودي اللي جه في الباك رايت ويمرر كوره على الدايره لشادي عشان يحرز تاني اهداف نادي الزمالك 2-1 النادي الاهلي. كوره توصل لخيري من مهاب سعيد حاول خيري انه يمرر الكوره على الجناح الشمال لسيسا لكن دفاع قوي جدا من شادي يثبته تماما ويمنعه من تمرير الكوره وعمل الاسيست لهجوم النادي الاهلي. تاني خيري لمهاب وبيطلع كاستيلو بيقطع على التسعة متر وينزل على الدايرة بين واحد واثنين الدفاعات الزملكاوية وتاني مهاب لفيصل ويرجع تاني مهاب وفي نص الملعب وتاني استعجال لتاني مرة من مهاب برضو وتوصل الكورة إلى أكرم يسري هجمة مرتدة يحرز بيها ثالث أهداف الزمالك في هذا اللقاء ومن مهاب أهي رمية الإرسال اتلعبت كورة سريعة لأحمد عادل يصوب وإعاقة من خالد وليد وآدي إيقاف دقيقتين على خالد وليد ورمية جزائية لصالح أحمد عادل والنادي الأهلي وتبقى كده نادي الزمالك هيلعب ناقص لاعب والرمية الجزائية
سبيشاليست الرميات الجزائيه متخصص في صفوف النادي الاهلي عمر خالد كاستيلو يحرز منها تاني اهداف النادي الاهلي. وادي علي زين نجم النادي الاهلي اللي حصلت له اصابه في لقاء السوبر، وايضا عبد الرحمن حميد حارس المرمى اللي ما شاركش مع الاهلي نتيجه اصابته قبل البطوله في البطوله المحليه، وحصلت اصابه ان شاء الله يرجع سليم ويستكمل مسيرته مع فرقته مع نسور النادي الاهلي اللي بتحلق ان شاء الله في كل المباريات عاليا. تاني كره حاولت تنزل على الدايره ليه شادي لكن تتقطع ويلعبها مهاب من داخل التسعة متر للنادي الاهلي، من على التسعة متر الاهلاويه في نص ملعبه في الشباك الزملكاويه في المرمى الخالي. وزي ما قلنا دايما لحضراتكم وتعودتوا مننا ان في حاله المرمى الخالي نتيجه النقص العددي ونزول لاعب عشان يكمل العدد الهجومي للفرقه الخطا بيكون غالي، وبيستغله مهاب ويحرز في الشباك الزملكاويه الخاليه هدف التعديل والتعادل لصالح النادي الاهلي عشان تبقى النتيجه 3 الاهلي 3 الزمالك. واحمد الاحمر لمحمد مجدي للاحمر تاني بيعدي الاحمر هيحاول، لكن عبد الرحمن فيصل دفاع قوي حديدي. وادي ديفيد ديفيز بيدي توجيهات كده لفيصل مش عايزه ينشغل عن عمق الدفاعات الاهلاويه ومنتصف ملعبه. وادي محمد مجدي تصويبه بره الثلاث خشبات من الباك ليفت يلمها على طول طه ويلعبها لخيري، خيري لفيصل، فيصل ويصوب ويخترق ويحصل على رميه جزائيه، وايضا هيبقى فيها ايقاف دقيقتين. وادي كارت اصفر لشادي خليل نتيجة الاعتراض على القرار، هنشوفه هل ادى الرمية الجزائية ومعها عقوبة الإيقاف دقيقتين ولا لا. وادي الحضور بقى في المقصورة الرئيسية الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. والرمية الجزائية كاستيلو في مواجهة فلفل اللي نزل مكان هنداوي، وكاستيلو يرجع تاني اللقاء لتقدم أهلاوي 4 الأهلي 3 الزمالك في بداية الدقيقة 13. وكده هو مداش عقوبة لأن في 5 لاعبين، وخرج فلفل دلوقتي ونزل لوكا عشان يلعب بكامل العدد في الحالة الهجومية. والمرمى خالي ولا الإيقاف الدقيقتين انتهى؟ ده اللي هنتابعه. بكار ويقطع على الدايره وينزل يزود لاعب على الدايره ويبقى 4-2 هجوميه. احمد الاحمر للوكا يصوب طه والتالق فيصل والمتابعه، لكن صفاره من الحكم ان فيصل عبد الرحمن قدمه لامست خط الستة متر فبقت على فيصل فاول ورميه حره لصالح نادي الزمالك. لوكا لاحمد الاحمر لمحمد مجدي هيرتقي ويصوب ليطلع للاحمر، يصوب الاحمر في الشباك الاهلاويه يحرز بيها هدف التعادل 4 الاهلي 4 الزمالك. كاستيلو ومهاب في ناحيه الرايت، فيصل وسيسه في ناحيه الليفت، وفي نص الملعب خيري صانع العاب واحمد عادل على الدايره. يقطع سيسه وينزل على الدايره تاني ويرجع في الجناح فيصل، يروح على نص الملعب ويرتقي ويصوب لكن بره الثلاث خشبات برضو عدم توفيق كده. وقلنا يا رجاله عايزين، وادي المصري نازل ويصوب شادي وفي صفاره اللعبه متوقف. وادي احمد الاحمر بيروح يكلم، واضح ان في موقف حصل كده. وادي احمد الاحمر يعني مراقب المباراه مامادو ديابيتيه
بيرجع احمد الاحمر لمكانه وفي احتجاج من فرقه الزمالك واعتراض. وادي كابتن محمد ابراهيم من جهاز الفني للنادي الاهلي، واضح ان كان في موقف حصل ما شفناهوش، وهنعرف في ايه. اللعب توقف بعد ما التصويبه اتلعبت وتصدى لها طه. وادي اهو في كارت واضح ان هيطلع كارت احمر لمين في صفوف النادي الاهلي. كارت احمر لمين؟ لاحمد عادل. مش عارفين ايه اللي حصل، هل حصل اي احتكاك ما بين، واضح ان في كارت احمر لمين؟ ليه لاعب في الزمالك احمد عادل من الاهلي اهو اللي خارج. وادي تقريبا ممكن يكون ليه محمد رمضان رقم 4 في الزمالك، محمد رمضان ايضا. واضح ان كان في احتكاك ما بين كلا اللاعبين، وبيدي كارت احمر كده مشاهدينا الاعزاء. اوراق كلا الفريقين هتتاثر تاثر واضح، لان احمد عادل بيعتمد عليه مستر ديفيد ديفيز في الحاله الهجوميه، فطبعا هيبقى في تاثير هنا. لكن ان شاء الله ياسر سيف يكون ادها وقدود بعد ما ادى لقاء ولا اروع بالامس في الدور قبل النهائي. اما نادي الزمالك فهيبقى تاثيره اكبر في الحاله الدفاعيه، لان محمد رمضان بيعتمد عليه نادي الزمالك في الحاله الدفاعيه زي ابراهيم المصري كده عندنا. وده اللي هنتابعه مع حضراتكم مع استئناف اللقاء واستئناف احداث المباراه. فعلا استأنفنا اللقاء وكده كل فريق بيلعب ناقص لاعب. الكارت الاحمر هيأثر انه يبقى في لاعب واخد ايقاف دقيقتين غير اللاعب اللي خد الاحمر طبعا، هيبقى ناقص الاهلي عددي في الدفاع 5. نادي الزمالك سحب حارس المرمى ونزل لاعب تاني، وادي الكره توصل لاكرم يسري في الجناح اليمين، ويخش اكرم بارتياح وزاويه مفتوحه ويصوب على يمين عبد الرحمن طه الهدف الخامس، واحنا بنلعب في منتصف الشوط الاول مشاهدينا الاعزاء. وفعلا نزل ياسر سيف اهو قدام حضراتكم رقم 72، ونادي الزمالك هيبقى 5 لاعبين اهو في الحاله الدفاعيه. ونزل حسن وليد قداح بيدافع في مركز 2، عبد الرحمن فيصل لمهاب ومنه لسيسة، وتطلع برضه تمريره بره خط المرمى وتبقى رميه مرمى يلعبها على طول كريم هنداوي لاكرم، وطلع كريم وهينزل برضه مين؟ نزل لوكا في نص الملعب، وعلى شماله حسن قداح بقى دلوقتي، وعلى يمينه الاحمر، وجي الاحمر في نص الملعب وهيخترق الاحمر ويعدي ويصوب ويسجل ويوصل الفارق الى 2-6 الزمالك 4 الاهلي. بنلعب في الدقيقه 16، وادي مهاب خارج، هل هينزل رامادونا بقى اللي تصويباته مضمونه؟ وايضا هيبتدي مستر ديفيد ديفيز يعمل الروتيشن اللي متعودين منه عليه، وفعلا يطلع مهاب ويطلع عبد الرحمن فيصل، وينزل خليل في الباك ليفت، وينزل عبد الرحمن محسن رمضان في الباك رايت. خيري يعدي ويخترق ويتوغل ويصوب، يصد كريم هنداوي ويلعب الكوره في الشباك الاهلاويه الخاليه، وتبقى هدف غالي نتيجة الخطأ في الهجوم وتصويبة خيري اللي تصدى لها كريم هنداوي. 4 الأهلي 7 الزمالك، بنلعب في الدقيقة 17 مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يقطع سيسة ويغير مركزه ويستلم من إسلام حسن اللي نزل مكان خيري، وينزل على الدايرة ويروح اسلام ويدي لرمضان ويعدي رمضان ويطلع وينزل بدربلاية تاني بعد ما خد الارتقاء، لكن خالد وليد وشادي قفلوا عليه زاوية الاختراق والمساحات اللي موجودة في الدفاعات الزملكاوية. اسلام لمحسن رمضان وينزل على الدايرة اسلام، محسن رمضان يصوب، كريم هنداوي يتصدى
وتطلع للوكا، ومن لوكا للاحمر يشوط الاحمر، يتصدى عبد الرحمن طه ويعمل تاني شادي المتابعه، بالرغم من ان ابراهيم المصري كان موجود معاه عشان يعمل المتابعه، لكن ابراهيم حاول يعمل متابعه على الكوره وهو واقف بدون ارتقاء، برغم ان فارق الطول لصالح ابراهيم المصري، الا ان شادي عمل متابعه على الكوره واستخدها وراح سجل فيها الشباك الاهلاويه الهدف الثامن الزمالكاوي عشان يزيد الفارق الى 4 أهداف، 8 الزمالك 4 الاهلي. بنلعب في الدقيقه 18 وعلى طول مستر ديفيد ديفيز بيطلب الوقت المستقطع التايم اوت عشان يدي توجيهاته وتعليماته لفرقته، ويحاول يبتدي يمسك عشان زمام الامور ومقاليد السيطره والحكم في اللقاء ما تفلتش من ايد النادي الاهلي ونسوره ورجاله، ويبتدوا يعملوا تاني الريمونتادا. وادي جمهور النادي الاهلي اللي بيأذر فرقته وبيشجعهم ولا يكل ولا يمل عن مسانده الفريق، وادي جانب من الحضور فريق انسات السيدات الاهلي اللي حصل على الميداليه البرونزيه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. وانتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الاعزاء، واستأنفنا اللقاء مع حضراتكم. اسلام حسن على يمينه محسن رمضان، وبيطلع كاستيلو يعمل التقاطع والتحرك والتغيير المراكز والجري، ويمرر اسلام لمحسن رمضان تاني. خليل اللي نزل في الباك ليفت يصوب خليل، حاول كاستيلو انه يعمل متابعه لكن كريم هنداوي كان تصدى للكوره ودخل كاستيلو داخل الستة متر، واتبقت رميه مرمى لصالح النادي الزمالك. تاني لوكا على شماله قداح في الباك ليفت، ومنه لاحمد الاحمر، وبكار بيقطع هومن على التسعة متر وهينزل على الدايره ويغير مركزه ويرجع تاني عشان يبقى في زياده لاعب، ويستلم قداح تاني. وادي يعني كاستيلو لسان حاله لزمايله، مين بيدافع على الراجل ده وازاي سبتوه يستلم بكل اريحيه كده. خليل والتصويبه بقى قويه يسجل بيها النادي الاهلي هدفه الخامس عشان يرجع تاني هجوم النادي الاهلي الى اللقاء بعد ما صام حوالي 4 دقائق كده عن التهديف. 9 الزمالك 5 الاهلي. لوكا بيحاول يخترق ويتوغل ويحصل على الرميه الجزائيه. محمد علاء رقم 20 اهو اللي قدام حضراتكم، غير مركزه وقطع وتحرك وراح ما بين 2 و3 واخترق وحاول يصوب، لكن اعاقه ودفاع والرميه جزائيه. احمد الاحمر في مواجهه عبد الرحمن طه ويسجل الاحمر الهدف العاشر الزملكاوي. 10 الزمالك فارق 5 اهداف. بنلعب في الدقيقه 20 مشاهدينا الاعزاء، وادي الجهاز الفني احمد رمضان كده من بره الملعب بيدي توجيهاته لفريقته في الحاله الدفاعيه. خليل ومحاوله التصويب، لكن خالد وليد وبيدافع على الايد المستحوذه على الكوره بيمنعه من التصويب، ويحصل مصطفى خليل على الصفاره والفاول والرميه الحره. وادي كانت الكاميرا على ديفيد ديفيز المدير الفني اللي يعني في انفعال منه كده على لاعبته لان مش قادرين يستوعبوا ليه تعليماته وينفذوها في ارض الملعب. اتلعبت الرميه الحره لصالح النادي الاهلي، محسن رمضان لاسلام حسن، ومحسن والتصويبه بره بطريقه غريبه بره ال3 خشبات برضه، وتبقى رميه مرمى يلعبها هنداوي الى الاحمر، والاحمر منه اللوكا اللي بيصوب لوكا محمد علاء يحرز بيها الهدف ال11. برضه مش عايزين استعجال وتسرع، وادي خليل يستلم من محسن رمضان بالتقاطع كده ما بين ظهيري النادي الاهلي الباكات ليفت والرايت، لكن الدفاع الزملكاوي قافل. وجه حسن وليد قداح دلوقتي هو وخالد وليد في نص الملعب في مركز 3 الدفاعي لنادي الزمالك،
لوكا وشادي في مركز اثنين وبكار وادي مصطفى خليل وبيطلع له شادي يعمل معاه الفاول والرميه الحره لصالح النادي الاهلي. ياسر سيف لمحسن رمضان لخليل لياسر سيف على الدايره يلف ياسر والدفاع جوه الستة متر من حسن وليد، لكن طاقم التحكيم الجزائري سيدي علي حميدي ويوسف بالخيري بيحسبوا فاول للنادي الاهلي. وادي اسلام حسن بيخترق كده وبيتوغل في عمق الدفاعات الزملكاويه بين واحد واثنين ويخش ويستغل تقدم لوكا وموجود الثغره في مركزه الدفاعي اللي هو مركز اثنين ويسجل اسلام حسن كابتن وقائد النادي الاهلي الهدف السادس لصالح النادي الاهلي. وادي مستر ديفيد ديفيز وتوجيهاته على طول من خارج الخطوط للدفاع الاهلي اللي محتاجين يصحصحوا شويه في المقابله زي ما بداوا اللقاء. وادي قداح حاول يمرر الكوره لشادي لكن خليل كان ليها بالمرصاد. وادي اشاره اللعب السلبي مفتوح مرفوعه من طاقم التحكيم لقداح وبره الثلاث خشبات رميه مرمى لصالح النادي الاهلي. لعبها على طول طه لاسلام ومن اسلام لياسر سيف اللي واضح ان ياسر في حاجه في رجله في اصابه بيزك عليها ودي كانت من اول كوره اللي رجله اتعلقت لما كان بيجيب الكوره من الشباك الهدف اللي احرزه كريم هنداوي في المرمى الخالي. واضح ان في حاجه وان شاء الله يقدر يستكمل اللقاء مع فرقته. 11 الزمالك 7 الاهلي. حسن وليد بيغير اتجاهاته ويروح ينزل كوره على الدايره لشادي يلف شادي ويصوب بهدوء غير عادي الهدف ال 12 لصالح نادي الزمالك. نلعب في الدقيقه 23 اتلعبت رميه الارسال والسنتره للنادي الاهلي. ياسر سيف لمصطفى خليل اسلام حسن اللي جه في الباك ليفت وخليل راح في نص الملعب يرجع تاني اسلام في النص وتغيير كده في المراكز الخط الخلفي للنادي الاهلي. اسلام يمرر الكوره على الدايره حاول يوصلها لياسر سيف اللي هو مش قادر يرجع ياسر لان فيه زكه في رجله مش قادر وفعلا بيخرجه مستر ديفيد ديفيز وهينزل مين؟ هينزل سيسا يدافع مكان ياسر. ودي اشاره ايقاف اللعب من طاقم التحكيم. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم بصفاره ورميه حره لصالح نادي الزمالك. مودي اللي نزل في نص الملعب دلوقتي احمد الاحمر في الباك رايت لحسن قداح اللي جه على نص الملعب مودي لقداح عشان يصوب ويصوب قداح بنجاح الهدف ال 13 لصالح نادي الزمالك. اسلام حسن لخليل تقع من ايده ويرجعها تاني لاسلام لابراهيم المصري اللي بيصوب ابراهيم وهو واقع على الارض بعد ما عمل متابعه ليه الكوره. وادي الجهاز الفني بكل اصرار مودي واقع على الارض ونزل له الجهاز الطبي على طول لم المصري متابعته وصوب المصري بعد متابعته لكن تصدي من كريم واعاقه من الدفاع الزملكاوي وتبقى صفاره ورميه حره لصالح النادي الاهلي. وخارج مودي اهو بعد ما نزل له الجهاز الطبي دكتور محمد اشرف طبيب نادي الزمالك واخصائي اصابات الملاعب والعلاج الطبيعي. صفاره وفاول ورميه حره. ابراهيم المصري هيلعب دلوقتي في الحاله الهجوميه زي ما قلت لحضراتكم. ياسر سيف عنده حاجه في رجله وادي اسلام حسن يخترق اسلام ويصوب ويحصل على الرميه الجزائيه. رميه جزائيه لاسلام وادي حوار ما بين كريم هنداوي وخالد وليد وادي كريم
الرميه الجزائيه كاستيلو في مواجهه كريم، ويصوب كاستيلو على يمين كريم هنداوي الهدف الثامن عشان يقلل الفارق الى 5 اهداف. واحنا خلاص بنلعب في المنحنى والمنعطف الاخير مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اللي بتنقل اللقاء حصري على قناه الابطال قناه النادي الاهلي نهائي كاس الكؤوس الافريقيه. تصويبه وبيروح لها طه في الزمان والمكان، ويتصدى بطريقه قويه بعد ما تصدى لتصويبه عمر الفولي، وتروح على طول لكاستيلو اللي بارتقاء واصرار وتاكيد يصوب ويحرز الهدف التاسع فيها الشباك الزملكاويه. نزل دلوقتي خليل جنب المصري في مركز 3، ونزل شهاب في مركز 2 الدفاعي في صفوف النادي الاهلي. تايم اوت، وقت مستقطع مشاهدينا الكرام بيطلبوا الجهاز الفني لنادي الزمالك. وادي مستر ديفيد ديفيد هنشوف تعليماته ايه، واحمد رمضان هيقول لفرقته ايه. ادي صوت جمهور النادي الاهلي مشاهدينا الكرام في صالة الامير عبد الله الفيصل، وادي مستر ديفيد ديفيد وتعليماته لفرقته سواء في الحالة الهجومية، وادي على طول اسرة العمل في قناة النادي الاهلي من اعداد ومخرجين و يعني الحقيقة بنشكر كل القائمين على قناة النادي الاهلي لنقلهم المباريات اللي فيها كل البهارات وكل الافادات لنجوم النادي الاهلي ونجوم مصر الحقيقة، اللي بنحييهم وبنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. وادي اهو صوت جمهوره ده حماه بيصدع في صالة الأمير عبد الله الفيصل، مخلي الحقيقة لقاء ليه طعم وليه شكل وليه رونق، وبيدي كل الحماس لفرقة النادي الأهلي اللي عدل دلوقتي مستر ديفيد ديفيز طريقته الدفاعية إلى 5-1 بخروج كاستيلو على حسن وليد قداح. وأدي الأحمر يلعب للوكا ومنه البكار في الجناح الشمال، وإشارة اللعب السلبي، قداح هيصوب يمرر يقطعها كاستيلو ومنه لخليل ومنه لشهاب، ويقف شهاب على كورته ويهدي النادي الاهلي هجمته وينظم صفوفه تاني، وينزل سيسا وينزل ياسر سيف ويطلع المصري وينزل سيف على الدايره. خليل في نص الملعب على يمينه محسن رمضان، وادي اسلام حسن بيطلب من خليل اهو تحرك، واسلام يروح تاني ويغير ويعكس اتجاهاته. خليل تاني تصويبه بره الثلاث خشبات ويلعبها هنداوي لقداح، ومن قداح الى لوكا. دقيقه 27 مشاهدينا الكرام، على مهله الهجوم الزملكاوي، كاستيلو ويقطع بكار من على 9 متر وينزل تحت شهاب عبد الله في مركز 2، واحمد الاحمر رايح، لكن المصري بكل دفاع وقوه. جمهور يولع المباراه ويحرك الصخر، وادي صفاره وفي اشاره اهي الاربع خطوات على لوكا، فعلى طول اداله الحكم صفاره وفاول ورميه حره لصالح محمد علاء. تاني لوكا للاحمر يصوب يتصدى القائم مع طه، ويلمها المصري لخليل لاسلام لمحسن رمضان، يعدي رمضان بطريقه مضمونه ويحصل على رميه جزائيه. شايفين الفنت خداع الجميل، حاول لوكا يعمل له اعاقه بعد كده برجله، لكن رمضان عمل خداع وفنت ولا اروع ولا اجمل. محسن رمضان باداء جنان، فنت يمين شمال
يمين عالي العال يحصل على الرمية الجزائية نتيجة ان شادي عمل متابعة بعد كده ودخل من داخل الستة متر دافع على محسن رمضان. الرمية الجزائية كاستيلو في مواجهة فلفل. كاستيلو وفلفل سبيشاليست ومتخصص الرميات الجزائية، لكن يتصدى فلفل للرمية الجزائية من عمر خالد كاستيلو وتبقى رمية مرمى لصالح نادي الزمالك. يلعبها فلفل على طول توصل لبكار وحسن وليد قداح وعلى مهله الهجوم الزملكاوي خالص لوكا وإشاراته. تاني حسن وليد هيصوب ويصوب حسن المصري كان متقدم لكن ما كملش التقدم بتاعه عشان يعمل ايقاف لحسن وليد وما يصوبش، وادي بيدي فاول عكسي على الهجوم الاهلاوي وايقاف دقيقتين على خليل. اهو يمكن كان فيها شد من التيشيرت الفانيلا لحسن وليد قداح فاداله على طول فاول عكسي على المهاجم على خيري وايقاف لمده دقيقتين على احمد خيري. نلعب في الدقيقه بدايه الدقيقه 30 مشاهدينا الكرام، 14 الزمالك 9 الاهلي، اللي واضح الزمالك عايز يعوض خسارته للدوري المحلي والكاس لصالح النادي الاهلي. وادي فاول عكسي تاني بيحصل عليه عمر سامي بذكاء. عبد العزيز ايهاب عفوا زيزو رقم 11 اهو اللي نزل قدام حضراتكم بيحصل على فاول عكسي على الهجوم الزملكاوي وتبقى صفاره ورميه حره لصالح النادي الاهلي. زيزو بيلزق كورته والملعب كان واقف نتيجه ان الكوره جه عليها عرق وميه. وادي متابعين اللقاء استأنفنا اللقاء مع حضراتكم، متبقي حوالي هل هو التايم اللي قدامنا على الشاشه ده مشاهدينا الاعزاء 5 ثواني ولا اكتر. وادي كوره من اسلاء من خليل على الدايره ومعاها رميه جزائيه وايقاف دقيقتين على الدفاع الزملكاوي على مين؟ هنشوف حضراتكم مين اللي حصل على الدقيقتين اهو في الحاله الدفاعيه على احمد ابو الفتوح حماصه احد انتدابات نادي الزمالك لتدعيم صفوفه في هذه البطوله. رميه جزائيه هيلعبها 19 عمر سامي ويسجل عمر من تحت رجل فلفل الهدف العاشر، واحنا بنلعب اهو في الدقيقه دلوقتي 30 29 دقيقة و17 و20 ثانية، يعني متبقي حوالي 40 ثانية على نهاية الشوط الأول من المباراة، والتقدم لصالح نادي الزمالك فارق 4 أهداف، 14 الزمالك 10 الأهلي. النادي الأهلي لسه في إيقاف دقيقتين، نادي الزمالك عنده إيقاف دقيقتين لكن هو ساحب حارس المرمى ومنزل لاعب احمد الاحمر يخترق ويتوغل ويصوب. عبد الرحمن طه يتصدى وادي اشاره واضحه من يوسف بالخيري الحكم الجزائري ان كان فيه دفاع من الداخل على عمر كاستيلو بالرغم تصدي طه للكوره. رميه جزائيه هيصوب الاحمر في مواجهه طه، احمد الاحمر طه يتصدى ولا الاحمر يسجل؟ الأحمر يسجل الهدف ال 15. 15 الزمالك 10 الأهلي، ويروح إسلام لمحسن رمضان. خليل يروح وينزل بدربلاية ويسجل الهدف ال 11 لصالح النادي الأهلي، ومعاها صافرة أدي الخداع وأدي النزول والتصويب من الناحية العكسية، ومعاها صافرة نهاية أحداث الشوط الأول مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. استراحة قصيرة ما بين شوطي اللقاء مشاهدينا الأعزاء، ويطير الميكروفون سريعا إلى الزميل هيثم السعيد
في الاستوديو التحليلي وضيوفه الكرام على أمل اللقاء بكم مع بداية الشوط الثاني. فلا تذهبوا بعيدا مشاهدينا الأعزاء، وإلى اللقاء. سيداتي وأعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، سيداتي أنساتي، سادتي محبين ومتابعين قناتكم المفضلة قناة النادي الأهلي، عودة مرة أخرى مع حضراتكم من صالة الأمير عبدالله الفيصل، والشوط الثاني من نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد للرجال رقم 39 اللي انتهى شوطها الأول بتقدم نادي الزمالك 15 مقابل 11 للنسور الحمر. النادي الأهلي زي ما سمعنا متابعينا وجمهورنا الكريم ومشاهدينا من الزميل هيثم السعيد وضيوفه الكرام في الاستوديو إلى أسباب الأداء اللي ظهر به لاعبة ورجال النادي الأهلي وأيضا لاعبي نادي الزمالك في هذا الشوط اللي انتهى وحسمه الزمالك لصالحه بفارق الأربع أهداف. وهذه كرة تانية من مهاب يقطعها أكرم يسري ويروح حسن قداح ويسجل أول أهداف الزمالك عشان يزود الفارق إلى 5 أهداف، ويلعبها إسلام سنترة سريعة ويصوبها ياسر سيف تيجي في القائم ويعمل عليها شادي متابعة، وهو ده اللي كنا بنتكلم عليه واللي ضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي قالوا، ان عندنا تسرع وعندنا عدم استغلال الفرص السهلة والتصويبات السهلة في انهائها في الشباك الزملكاوي في مرمى كريم هنداوي. تاني الزمالك بيلعب لوكا لأكرم، يتصدى عبد الرحمن طه لإسلام حسن ويروح إسلام تاني مصطفى خليل ويطلع خليل يلعب لمحسن رمضان، تقاطعات عرضية كده، وادي كورة برضو زي ما كنا هو الكلام، أخطاء هجومية، تمريرات ترن أوفر، ستيل، قطع كور من أغلب لاعبي ونجوم النادي الأهلي. وادي مستر ديفيد ديفيز بيطلب من محسن رمضان انه يجي في الهجمة ويجهز مهاب على الخط عشان ينزل في الهجمة لما الكرة تبقى مع النادي الأهلي. وادي حماصة ابو الفتوح، خليل والمقابلة، لوكا على شماله حسن وليد قداح وعلى يمينه حماصة، في الأجنحة أكرم يسري، وادي حماصة هو هيروح ويسيب لحسن عشان يصوب وللوكا، وفاول عكسي حجز من شادي، توصل الكرة من إسلام لخليل ويروح خليل ويسيب إلى عمر سامي ويسيب لزيزو عبد العزيز إيهاب، هو استلم الكرة التفويتة اللي لعبها له خليل بالرغم من الدفاعات كانت ماسكه، خليل لعب له الكوره باك هاند خلفيه كده من ورا ظهره تروح لزيزو يخش من الجناح الشمال ويحرز الهدف ال 12 وهو اول اهداف النادي الاهلي في هذا الشوط مشاهدينا الاعزاء. تاني عايزين دفاعات الاهلاويه تصحصح بقى، وادي طه يتالق ويروح زيزو يلم كورته ويروح بالدريبل ويلعب لاسلام حسن لمصطفى خليل ويلعب فاول عكسي على المصري نتيجة الحجز الخاطئ، حاول المصري يحجز شادي الدفاع الزملكاوي عشان يفتح المجال والطريق لخليل، وادي التنبيه اهو من عبد الله فاي ولا مامادو ديابيتي مراقب المباراة من كوت ديفوار بيدي التحذير لأحمد رمضان، وادي حسن وليد برضه حاول يمرر الكرة على الدايرة لشادي يقطعها طه يلعبها على طول لإسلام
ومن اسلام لزيزو اللي الحقيقه باداء ولا اروع ولا اقوى اداء وتصويب رجولي من عبد العزيز ايهاب منذ نزوله ومنذ بدايه الشوط الثاني الحقيقه قلل الفارق الى 3 اهداف، 16 الزمالك، 13 الاهلي. يلا يا رجاله، لسه زي ما سمعنا من ضيوفنا الكرام في الاستوديو التحليلي والزميل هيثم السعيد ان لسه الاماني ممكنه ولسه بدري، شوط كامل 30 دقيقه. وادي حسن وليد تمريرات عرضيه واشاره اللعب السلبي، ابو الفتوح يلعب الكره لشادي على الدايره اللي يستلم ويلف ويسجل الهدف ال 17. اهي الاعاده اللي فيها كل الافاده. خليل وهيطلع المصري وينزل مهاب اهو قدام حضراتكم، واضح ان برضه مهاب عنده حاجه في العضله الضمه كده. وايضا ياسر سيف اللي نزل دلوقتي اللي بيحاول يريحه ديفيد ديفيز عشان زي ما قلت لحضراتكم عنده اصابه في رجله كده. وادي ابو الفتوح ودفاع على سيف بدون كوره وتحويط اهو، وهيبقى فيها ايقاف عقوبه فعلا دقيقتين لان 2 لاعبين ماسكين ياسر سيف. شايفين حضراتكم ادي ابو الفتوح في تحويط على اللاعب واشاره الحكم، وادي خالد وليد برضو يعني مش سايبين ياسر سيف يقدر يلف او يواجه المرمى تماما، وايقاف دقيقتين على احمد ابو الفتوح. حماصه خليل لمهاب لاسلام اللي يخترق ويصوب، لكن صفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. تاني اسلام ويرجع مكان مهاب سعيد اللي يلعب لخليل ويصوب خليل، لكن يتصدى كريم هنداوي وتمريره كده على المغمض من مصطفى خليل. حاول يلعب الكوره للجناح الشمال زيزو، لكن زيزو ما كانش موجود. زيزو كان عامل رجوع ارتداد دفاعي عشان الكوره بعد ما تصدى لها كريم هنداوي، فطبعا كورته تطلع بره الملعب، رميه مرمى لصالح نادي الزمالك. هجمه مهمه كان لازم تخلص في الشباك البيضاء في شباك نادي الزمالك، لكن خطأ بدون داعي من خليل كده. وادي إشارة اللعب السلبي تاني، لوكا لحسن وليد ودفاع متقدم عليه من زيزو، ولا ده عمر سامي. قداح هيصوب لكن طه بنجاح، لكن وتاني 2 في 1 بقى من طه، تصديتين برغم ان شادي خليل كان خد الكرة من على ارض الستة متر. وادي مهاب يلعب الكرة سريعة لعمر سامي، وكريم هنداوي كاتونجا يتصدى للكرة وبيشكر ربه وبيحمد ربنا على تصديه لهذا الهدف اللي كان مؤكد من عمر سامي. تاني استأنفنا اللقاء، نزل دلوقتي محمد مجدي في الباك الشمال مكان قداح، ونزل لوكا في نص الملعب، واحمد الاحمر في الباك اليمين. هيحاول الاحمر لمجدي للوكا، هيحاول لوكا يخترق لمجدي يغير ويلف اتجاهاته ويدور، ومن الاحمر لاكرم. وهادي زيزو من التحكيم وحوار ما بينهم عشان يشوفوا هل هيبقى فيها إعاقة دقيقتين، إيقاف دقيقتين بس، ولا عقوبة أكتر ويبقى فيها تعمد إصابة، فيدوله الكارت الأحمر. وفعلا ادوله لعبد العزيز إيهاب زيزو الإيقاف الدقيقتين فقط. رمية جزائية أحمد الأحمر، ونزل دلوقتي أحمد وليد في مواجهة أحمد الأحمر، ويسجل احمد الاحمر الهدف ال 18 لصالح نادي الزمالك. نزل سيسا في الجناح اهو احمد هشام، وكده طبعا مستر ديفيد ديفيس سحب
حارس المرمى ونزل لاعب عشان يهاجم ست لاعبين في الهجوم، ما يبقاش عنده نقص عددي فيقدر يواجه ست لاعبين في الدفاعات الزملكاوية. اسلام حسن والاختراق، اسلام حسن والتصويب، اسلام حسن ومهارة الاختراق الدفاعات الزملكاوية يحصل منها على الرمية الجزائية اهي زي ما حضراتكم شايفين، يقدر يتغلب على محمد مجدي ويحصل على الرمية الجزائية وإيقاف دقيقتين على محمد مجدي مدافع نادي الزمالك. وطلع هنداوي ونزل فلفل وآدي عمر سامي يسجل بسهولة ويسر في الشباك الزملكاوية الرمية الجزائية وتبقى النتيجة 18 زمالك 14 الأهلي. بنلعب في الدقيقة 10 مشاهدينا الأعزاء، يعني السكور في الشوط الثاني هو التعادل 3-3 لكل فريق. النادي الأهلي عنده نقص لاعب في الحالة الدفاعية، بيلعب بخمس لاعبين، والزمالك أيضا بس مساحب حارس المرمى ونزل لاعب عشان يبقى عنده زيادة عددية على الأهلي من الحالة الهجومية. أحمد الأحمر يغير اتجاهاته ويعكس يقطعها على طول، عمر سامي يلعبها للمصري لمهاب في المرمى الخالي يسجل بيها الهدف ال 15. مهاب من نص ملعب النادي الأهلي في المرمى الخالي اللي زي ما قلت لحضراتكم الإعادة اهي اللي فيها كل الإفادة، والخطأ هيكون غالي. وفعلا بعد ما عمر سامي قطع الكرة مررها لمهاب، سجلها مهاب في الشباك الزملكاوية. 15 الأهلي 18 الزمالك، الدقيقة 9 من زمن وأحداث الشوط الثاني. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، حسن وليد لأحمد الأحمر لأكرم يسري، ويخش أكرم ويصوب فيه على يمين طه الهدف ال 19 لصالح نادي الزمالك. مصطفى خليل، اسلام حسن، وادي اشاره لتحركات هجوميه كده بتتم ما بين الخط الخلفي للنادي الاهلي، ومن مهاب الى عمر سامي لمهاب تاني لخليل، وعلى الدايره ياسر سيف بيحاول يتحرك ويفضي، وخليل يخترق ويتوغل ويصوب، لكن هنداوي يتالق ويتصدى ويمنع تصويبه هنداوي من الوصول للشباك ويطلع كده. كمل نادي الزمالك بعد انتهاء الإيقاف الدقيقتين اللي كان حصل عليهم حماصة محمد مجدي عفوا، اللي نزل مكانه دلوقتي حسن الداح تاني. ابتدى الأهلي يعدل طريقته الدفاعية بالمقابلة 5-1 أو تكتل، ويقطع فعلا مهاب ويلبها لابراهيم المصري الدفاع الضاغط، وسيسه يخش ما بين الاثنين مركز واحد واثنين الدفاعي ما بين حسن قداح وبين احمد الاحمر اللي بعيد عن مكان التغيير دلوقتي، وبيخرج بعد ما اللعب وقف. وهذه الكره والمقصوره الرئيسيه اللي بتتابع اللقاء، نزل خيري وعلى يمينه مهاب وعلى شماله فيصل، يلا يا رجاله لسه بدري ونقدر. خيري هيحاول يخترق ويتوغل لمهاب، ومن مهاب لسيف، لكن قافلين عليه تماما خالد وليد وشادي خليل في مركز الثلاثه واثنين لدفاعات الزملكاويه. خيري لفيصل لمهاب، هيروح مهاب برضه واضحه تمريره واضحه، والدفاعات الزملكاويه رافعه ايديها ومصمم قد كوادي. خيري بذكاء يحصل على فاول عكسي على بكار ويلعبها على طول، توصل لخيري يخترق ويتوغل ويحصل على الرميه الجزائيه، واعتراض من لاعبي الزمالك كلهم رايحين في اتجاه يوسف بالخيري اللي احتسب الرميه الجزائيه على الدفاعات الزملكاويه. عمر سامي دلوقتي في مواجهه كريم هنداوي وهيصوب عمر ويسجل عمر الهدف ال 16 عشان يقلل الفارق مشاهدينا الكرام 3 اهداف لصالح نادي الزمالك.
19 الزمالك 16 الاهلي، وبنلعب في بدايه الدقيقه 13 من زمن واحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، لقاء نهائي كاس الانديه ابطال الكؤوس الافريقيه لكره اليد رقم 39 للرجال. بكار لاحمد الاحمر، ابتدى الاهلي يعدل، بقول لحضراتكم دفاعاته الى 4-2 أو 5-1. الاحمر هيحاول انه يخترق لكن فيصل والمصري قافلين تماما عليه، ومعاها صفاره ورميه حره لصالح نادي الزمالك. اتلعبت لحسن وليد ومنه لمودي، حسن وليد للاحمر لاكرم يسري، يخش اكرم ويصوب، طه واقف كالسد اللي بيمنع الكرة من الوصول للشباك، خيري لمهاب ومن مهاب لسامي ومن سامي الخيري، يخترق خيري ويتوغل ويصوب، لكن صفارة ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. خيري تاني، يخش خيري المرة دي بقى ويحصل على الرمية الجزائية ما بين 2 و3 في دفاعات الزمالك، حسن قداح وشادي خليل. وادي الجمهور اللي بيحرك الصخر من صاله الامير عبد الله الفيصل ومعقل النادي الاهلي على ارضه وعلى جمهوره اللي اكيد رجالته لن يبخلوا باي مجهود وذره عرق في حسم اللقاء لصالحهم. وادي فلفل بعد تصديه لتاني الرميات الجزائيه في هذا اللقاء، وبيطلب من لعيبته الهدوء واستعمال العقل والتفكير السليم في إدارة اللقاء في الناحية الدفاعية والهجومية. حسن وليد بيطلب من الحكم عشان الكرة فيه لازق عليها حاجة، فهيغير الحكم سيدي علي حميدي الكرة، وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم. هيطلع حسن قداح وينزل عمر الفولي، مودي في نص الملعب لاحمد الاحمر. الاهلي ابتدى يلعب دلوقتي 5-1 متقدم، سيسا بيلعب الواحد المتقدم، وادي مهاب كمان بيحاول يطلع معاه، يعني اقرب ل 4-2، وكره على الدايره لشادي لوحده تماما، استلم ودار، لكن طه بكل إجادة وتألق بيزود عن مرماه ويمنع الكرة من الوصول لشباكه. وادي أحمد الأحمر تاني بيعمل تفويتة لمودي، يسجل مودي الهدف ال20 بعد ما توغل واخترق. فيصل يخترق ويلعب الرمية الإرسال من خير الفيصل ويسجل فيصل الهدف ال17. 20 الاهلي، اهي الاعاده اللي فيها الافاده وارتقاء على القدم العكسيه وتصويبه فيها كل الاجاده من عبد الرحمن فيصل عشان يسجل الهدف ال17. دخلنا في النصف الثاني من الشوط الثاني مشاهدينا الاعزاء، بدايه الدقيقه 16 من زمن واحداث اللقاء. الاهلي بعد ما عدل طريقته الدفاعيه، وادي حماصه بيعدي من فيصل ويسجل الهدف ال21، تتلعب رمية الإرسال لخيري ومن خيري إلى سيسا، بيحط الكورة لوب من فوق كريم هنداوي الهدف ال18. المباراة بقت في غاية السرعة مشاهدينا الكرام، هجمة هنا وهجمة هنا، الهجمة ما بتاخدش 10 ثواني أو 15 ثانية وبينهيها كلا الفريقين. وادي حميد ونظرة يعني الحزن، حزن طبعا على اصابته اللي كان بيتمنى انه يكون بيشارك فريقه وبيزود عن مرماه في هذه البطوله وهذا اللقاء تحديدا. هجمه زملكاويه مع مودي في نص الملعب لحماصه ابو الفتوح لمودي تاني، وعلى الدايره شادي بيتحرك ويفتح ثغرات، لكن سيسا قاطع الهجمات ومعطل التحركات الهجوميه الزملكاويه. اتلعبت الرمية الحرة، شادي أبو الفتوح حماص هيحاول يعدي، لكن شهاب عبد الله دفاع قوي متقدم على خط الخلفي لنادي الزمالك، ويقطع أكرم يسري، وبالرغم إنه
ابراهيم المصري دافع عليه وما قدرش اكرم انه يصوب، لكن المصري كان قاطع من جوه الستة متر، فيحصل اكرم يسري على رميه جزائيه لصالح نادي الزمالك. احمد الاحمر للمره نقول الرابعه في مواجهه عبد الرحمن طه، ويسجل احمد الاحمر على شمال طه الهدف ل 22. رميه ارسال سنتره لعبها النادي الاهلي بسرعه لخيري لمهاب لخيري تاني لشهاب عبد الله اللي نزل دلوقتي في الباك ليفت. شهاب هيعدي ويعدي شهاب ويخترق ويصوب، لكن بره الثلاث خشبات وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. ياسر سيف اللي نزل على الدايره دلوقتي، خيري مهاب تغيير مراكز ما بين مهاب وشهاب، هيعدي شهاب ويحاول يمرر الكوره ياسر سيف، لكن قطعها قداح بعد الصفاره من الفاول والرميه الحره لصالح النادي الاهلي. تاني التمريرات العاليه دي ملهاش اي لازمه من لاعبي النادي الاهلي، لان دفاع الزمالك كله رافع ايده، فاي تمريره عاليه بيقطعوها ما بتوصلش للدفاعات الزملكاويه، وتصويبه ترتطم بعرضه كريم هنداوي وتطلع رميه جانب لصالح نادي الزمالك. زمالك محافظ على تقدمه وزوده الى 5 اهداف دلوقتي مشاهدينا الاعزاء. فولي محاوله الاختراق وينزل كره على الدايره لشادي، لكن دفاع عليه من سيسا قوي وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي نادي الزمالك. اهو دفاع 4-2 بخروج سيسا ومهاب على الباك ليفت وصانع الالعاب لنادي الزمالك. بيقطع اكرم يسري وينزل على الدايره، عايزين يستغلوا بقى المساحات اللي موجوده في الدفاعات الاهلاويه نتيجه الدفاع المتقدم واشاره اللعب السلبي. وبيوجه الحكم لشادي انه ما يضيعش وقته وياخد كورته على طول. فولي وسيسا هيبقى فيها عقوبة، هيبقى فيها عقوبة يا سيسا، لأنه بعد ما فولي عدى جاب اللعيب من الظهر، وهي إشارة الحكم واضحة فعلا كان فيها عقوبة، يعني جذب من سيسا كده الفولي من الخلف، فيحصل على فاول وإيقاف دقيقتين على أحمد هشام وينج ليفت النادي الأهلي. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم، لسه بدري يا اولاد، لسه يا رجال النادي الاهلي تقدروا زي ما سمعنا من الكابتن هيثم السعيد في الاستوديو التحليلي ان في لقاء نهائي السوبر الزمالك كان خسران بفارق 7 اهداف، ولكن من النادي الاهلي قدر انه يعود ويبقى الفارق هدف واحد، وده اللي بنطلبه من لاعباتنا دلوقتي. خيري هيحاول يعدي، ينزل برضه كوره ما بتوصلش الكوره لسيف او لمستواه اللي يقدر يستحوذ عليها ويصوب. ونزل دلوقتي زيزو في الجناح الشمال، ووقع مين؟ شادي وقع على الارض، ونزل له الجهاز الطبي وتوقف التايم اوت، وقف الملعب، وقع شادي واهو في دم من جاي من مناخيره وفي نزيف كده خفيف، ان شاء الله يقوم سليم. ونزل له كابتن محمد اشرف، وادي صوت جمهور النادي الاهلي اهو بيصخب في جنبات صاله الامير عبد الله الفيصل باعقل النسور الحمر اللي بتحتضن هذه البطوله وهذا النهائي، ان افريقيا مش هتروح، وبتحمس فرقتها. وادي شادي بيقول للحكم ان انا يعني في اهو نزيف جاي من الانف، وده نتيجه في الدفاعات الأهلوية، وطاقم التحكيم بيقول له اطلع بره 3 هجمات، وبعد كده تبقى تنزل بعد 3 هجمات طبقا لقانون ولوائح الاتحاد الدولي. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، يلا يلا يا رجالة، مهاب لشهاب ومن شهاب لخيري، رايح خيري هيحاول يعدي ويخترق ويصوب لسيف ياسر، لكن بره الـ3 خشبات، ويلم هنداوي على مهله ويروح عمر الفولي. داخلين في الدقيقة 20 مشاهدينا الأعزاء من زمن وأحداث الشوط الثاني، فارق 4 أهداف
22 الزمالك، 18 الاهلي، تقاطعات وتغيير في المراكز، فولي لحماصه يلعب لمودي وخالد وليد على الدايره، تروح لمودي تاني، من مودي الى حماصه ومن حماصه لفولي، اشاره اللعب السلبي، حماصه هيصوب لمودي، توصل الكره البكار يصد طه باقتدار وتبقى رميه مرمى على طول، يلعبها الخيري ومنه لشهاب ورايح خيري ويسيب خيري لمهاب، شهاب هيحاول يعدي، وادي دفاع قوي واعاقه من احمد ابو الفتوح، حماصه لشهاب وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. احمد خيري على الدايره برضه نفس الكلام، يعني هي هي اهي الكوره، الكوره اللي بتروح له في ايده بيستلمها، وادي خاف ياسر سيف استلم ولف وشاط، وبالرغم ان كان في دفاع واعاقه عليه من الدفاعات الزملكاويه الا ان يوسف بالخيري بيطلب منه انه يستكمل اللعب، والكوره بعد ما تصدى لها كريم هنداوي بدون اي صفاره لرميه جزائيه او ايقاف دقيقتين. عمر فولي بيخترق ويتوغل في عمق الدفاعات الاهلاويه ما بين مركز ثلاثه الدفاعي، وادي اهو ديفيد ديفيز بيطلب ان احنا، بيقول ان احنا بندافع 5-1، يعني المصري لازم يملى منطقه نص الملعب، وفعلا ده اللي عمله المصري، ويلعب الكوره هجمه مرتده، عايزين الكاميرا مع الكوره، وادي فاول عكسي على مين؟ على احمد هشام سيسا. من طاقم التحكيم الجزائري، وهو هو اعزائي المشاهدين طاقم التحكيم اللي حكم نهائي كأس السوبر الافريقي، احمد الاحمر لحسن وليد اللي نزل دلوقتي ويصوب ويسجل الهدف ال 23 لصالح نادي الزمالك، رجع الفارق 5 اهداف. شهاب يعدي شهاب ويخترق ويصوب، لكن دفاع قوي من خالد وليد ومودي وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. خيري لشهاب لمهاب سعيد في الباك رايت لخيري اللي جه في نص الملعب تاني، هيحاول خيري يخترق ويلعب لياسر سيف ويعدي بقى المره دي ياسر سيف ويسجل. بقول لحضراتكم ياسر مش قادر يقف على رجله، ومع ذلك بكل روح وكل عزيمه الرجال، رجال وروح الفانيلا الحمراء، بيأدي ياسر ويسجل الهدف ال 19 في الشباك الزملكاويه. 23 زمالك 19 الاهلي، بنلعب في الدقيقه 23 مشاهدينا الاعزاء. تايم اوت والوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن احمد رمضان هتلر المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك. عشان يطالب اكيد من لاعبته تهديه اللعب وتطويل زمن الهجمه بقدر الامكان. وطبعا في الناحية الثانية معسكر الأحمر مستر ديفيد ديفيز بيحاول إن هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأخطاء الهجومية اللي بتتم من لاعبتنا، وأيضا الدفاعات الأهلوية اللي لازم تقفل وتأدي زي ما كانت بتأدي في لقاء السوبر الأفريقي في النهائي أمام نادي الزمالك، نفس الفريق اللي بيقابلوه النهاردة، لكن الأداء مش هو الأداء. عدلنا دلوقتي إلى 3-2-1 مقفولة بخروج بس سيسا بره مفتوح، وآدي كورة يقطعها سيسا وصفارة كان فيها دفاع على أحمد الأحمر، برغم إن سيسا قطع التمريرة من أحمد الأحمر اللي حاول يعملها إلى قداح، لكن صفارة وفاول ورمية حرة. إشارة اللعب السلبي تاني، وادي لاعب الدايرة حسن وليد بيرتقي، محدش بيقابله، مهبة بيطلعش يقابله ولا بيتحرك معاه، ويشوط حسن قداح بكل ارتياح ويسجل الهدف ال 24. شهاب جه في مركز صانع اللعب هنا، وتلعب يلعب الكرة الخيري
خيري هيخترق ويلعب لسيسة ويخش سيسة يوسع لنفسه ويحط الكرة في الزاوية الضيقة إلى هدف العشرين لصالح النادي الأهلي، وإحنا بنلعب في الدقيقة 24 مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. سيسة بيلعب أهو مدافع قدام وعلى التسعة متر شهاب ومهاب، ويقطع مهاب وتقع الكرة من ايده ويلمها ويلعبها لسيسة اللي هيروح لوحده ويصوب، وكان في اعاقة من احمد الاحمر، حاول سيسة انه يحصل على عقوبة على الاحمر، لكن الهدف الواحد وعشرين الاهلاوي، ويلعب الزمالك رمية الارسال السريعة السنترة، وادي تحذير من طاقم التحكيم وبيقول له مفيش داعي للسيميليشن والتمثيل وادعاء الاصابة. الفولي هيخترق ويصوب ويسجل الهدف الخمسة وعشرين. خيري ياخد من المصري ويروح خيري وياخد ومعاها صفارة وبيقول له ما فيهاش رمية جزائية لأن أنت مرتكب أربع خطوات. خلاص داخلين على المنحنى والمنعطف الأخير من زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة مشاهدينا الكرام، بنلعب في آخر الدقيقة 25. شهاب هيعدي من قداح ويصوب بنجاح، لكن برضو إشارة الأربع خطوات أهي، فعشان كده ما بيحتسبش الهدف مشاهدينا الكرام. ياسر سيف لعب الرمية الحرة لمحسن رمضان، لخيري لشهاب، ومن شهاب لخيري، هيحاول خيري يعدي يرجع الكرة لشهاب، ابتدى الاهلي يقطع مع سيسة، يستلم ياسر سيف اللي مش قادر، مشاهدينا الكرام الكرة بعيدة عن ايده ما بتوصلوش، خيري هيخش من الجناح ويصوب، لكن الزاوية ضيقة تماما، ما ينفعش اخش واصوب كرة بالمنظر ده وتبقى رمية مرمى لصالح نادي الزمالك. دخلنا في المنحنى والمنعطف الاخير، خلاص الدقيقة 26، لازم مستر ديفيد ديفيز بقى هيبتدي يعدل طريقته الدفاعيه بقى، اذا كان هيلعب مان تو مان بطول الملعب، ده اللي هنشوفه مع حضراتكم. احمد الاحمر، محسن رمضان بيدافع على فولي، ابراهيم المصري بيقابل الفولي، يصوب فولي، يتصدى طه ومعاها صفاره وفاول ورميه حره. شادي هيلعب الرميه الحره للاحمر، هيحاول يعدي ويتوغل، يتصدى طه، يلم خيري لسيسة، هيروح سيسة لوحده ويصوب سيسة ويسجل الهدف ل 22، واحنا بنلعب اهو في الدقيقة 27. اعزائي مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان، الإعادة اللي فيها كل الإفادة نتيجة الدفاع الضاغط الأهلاوي، قلل الفارق 3 أهداف مشاهدينا الكرام. طبعًا الزمالك هجومه على مهله وبكل أريحية وبكل هدوء، النادي الأهلي ابتدى يلعب دفاع متقدم ضاغط، يصوب قداح لكن دفاع قوي، وتبقى فاول وصفارة ورمية حرة لصالح نادي الزمالك. داخلين على الدقيقة 28 مشاهدينا الكرام، إشارة اللعب السلبي، قداح للأحمر، الأحمر هيروح وعايز يفوت قداح من وراه، يصوب قداح، يلم طه لخيري، خيري هيروح وفاول عكسي على خيري، لازم الكورة كانت تتنقل للناحية العكسية والناحية الجهة الأخرى عند الجناح اليمين أو الباك اليمين، كان بيجري محسن رمضان، لكن بذكاء يحصل الدفاع الزملكاوي على فاول عكسي على احمد خيري وترتد الهجمه لصالح نادي الزمالك، كان هيقل الفارق يبقى هدفين. تاني كوره من فولي لمودي، ومن مودي للاحمر لفولي، فولي للاحمر تاني اللي هيحاول يعدي ويدخل فولي، ولمودي توصل لبكار، يخش بكار يوسع لنفسه ويسجل الهدف ال 26 لصالح نادي الزمالك. نزل ياسر سيف تاني، خيري لشهاب، وادي شهاب لخيري، وطالع فولي، ويروح محسن رمضان ويصوب، ومعاها اعاقه من
بكار عمر الوكيل ويحصل محسن رمضان على الرمية الجزائية. عمر سامي هتصدى للرمية الجزائية ونازل بقى سبيشاليست التصدي للرميات الجزائية في نادي الزمالك فلفل، تصدى لرميتين في هذا اللقاء. وادي عمر سامي بيسجل الهدف ال 23، متبقي حوالي دقيقة ونص تقريبا على نهاية الشوط الثاني والمباراة. لازم كده النادي الاهلي يبتدي يقلب طريقته الدفاعية الى مان تو مان بطول الملعب بدون اخطاء، ما يستناش ان نادي الزمالك يهاجمه لان المتبقي خلاص. وادي فولي ويقطعها سيسا ويروح سيسا لوحده خالص ويصوب سيسا ويحرز الهدف ال 24. مشاهدينا الاعزاء، 26 الزمالك 24 الاهلي، وادي الاعاده ويروح سيسا ويسجل بكل اراده فولاذيه وحديديه بروح ابناء الفانيلا الحمراء، يحرز الهدف ال 24 عشان يقل الفارق الى هدفين. مشاهدينا الكرام، عايزين برضو يا ريت نتأكد من التايم والوقت المتبقي، هل هو فعلا متبقي 49 ثانية على زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة، ولا الوقت في ملعب في الصالة والساعة في الصالة المغطاة زي ما هو كده قدام حضراتكم على الشاشة. يا ريت لو مخرجنا ناخد لقطة سريعة على الشاشة من ملعب اللقاء عشان نشوف التايم المتبقي. وادي التايم اوت اللي كان طلبه نادي الزمالك انتهى، وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم بسنترة رمية ارسال كده سريعة لنادي الزمالك اللي طبعا مش هتبقى سريعة وهتبقى بطيئة جدا. اهو زي ما حضراتكم شايفين لوكا رايح ورجع النادي الاهلي، دفعه تاني الى 5-1. سيسا بيلعب مان على احمد الاحمر، وادي اشاره اللعب السلبي اهو. بكار هيلعب للوكا اللي هيروح لوكا ويحاول يخترق الدفاعات الاهلاويه، وادي شادي وعلى مهله ويهرب الاحمر من سيسا، لكن لوكا بيحاول يعدي وصفاره وفاول ورميه حره لصالح نادي الزمالك. وادي اشاره ان فاضل تمريره واحده متبقيه. وهي متبقي 37 ثانية، شكرا مخرجنا. على اللقطات والتفاصيل والديتيلز، وادي الملعب واقف هنشوف فيه ايه. في حد تقريبا واقع خلف عنده حالة إغماء كده، بس مش عارفين هل هو حد من اللاعبين، حد من الجهاز، ولا حد من الجمهور. وآدي محمد رمضان لاعب نادي الزمالك اللي حصل على الكارت الأحمر من نادي الزمالك، وآدي في عقوبة إيقاف دقيقتين على إسلام حسن واللعب متوقف. ليه مش عارفين؟ إحنا مش فاهمين ليه العقوبة دي؟ ادي ايقاف لاسلام حسن وايقاف لحسن قداح، لاعب من هنا ولاعب من هنا، ده دقيقتين وده دقيقتين، واللي كان واقع كان اكرم يسري وينج رايت نادي الزمالك. وادي يمكن شايفين اللي احنا متعودينه من النادي الاهلي، ادي العميد علاء صلاح وده كان حارس مرمى النادي الاهلي في كره اليد ومدير امن النادي الاهلي في المقر الجزيره، هو اللي بيسند اكرم يسري وبيشيله مع طبيب فريق نادي الزمالك. وهي دي روح النادي الاهلي اللي احنا متعودينها دايما من كل المسؤولين وكل لاعبين وجمهور ومسؤولين النادي الاهلي في كل مكان. متبقي 8-34 ثانية، ومتبقي هنا في الهجمة دي باصة واحدة فقط لنادي الزمالك
مهم جدا ان الدفاعات الاهلاويه وعبد الرحمن طه ياكدوا ويحطوا كل تركيزهم. وادي اكرم يسري طالع، نتمنى له السلامه والشفاء ان شاء الله. اهي بيطلب حكم من لوكا انه يجي في مكان المخالفه، وفيها تمريره واحده. هيلعب لوكا لمين؟ هل لحماصة ولا الاحمر؟ لا، لحسن وليد ولا الحماصة؟ هيتم فيها خداع. هيلعب ليه؟ واضح ان هي لحماصة. المفروض ان عمر سامي يروح لحماصة لحسن وليد، عشان اساسا عمر سامي حسن وليد بعيد عن الكرة اكتر من 3 متر. وادي فاول عكسي على الهجوم الزملكاوي فعلا، وتتلعب على طول من طه ويقع فيصل لسيف، وتوصل الكرة في الجناح لسامي، يسجل سامي الهدف 25 عشان تشتعل الصالة المغطاة، ومتبقي حوالي 16 ثانية وفرق واحد لصالح نادي الزمالك. 26 الزمالك، 25 الأهلي، ويعدي لوكا. هيسيب للأحمر؟ لا، ساب لبكار. لوكا تاني هيحاول ياخد الفاول طبعا. وادي اشاره اللعب السلبي. متبقي قد ايه؟ مش عارفين. هل انتهى اللقاء؟ واضح كده ان انتهى الوقت مشاهدينا الاعزاء بفوز نادي الزمالك بفارق هدف واحد. هارد لك رجال النادي الاهلي. وادي عبد الرحمن طه طبعا حزين على الهزيمة وعلى اللقاء، وبياخد الحقيقة تشجيع من كل زملائه على الأداء اللي أدى به طه في هذا اللقاء. ما نقدرش نقول غير شكرا لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي على الأداء اللي أدوه طوال هذا الموسم. مبروك نادي الزمالك، هارد لك النادي الأهلي. شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا قناة النادي الأهلي وكل المسؤولين عليها في نقل هذه اللقاءات. ويتبقى إن شاء الله مراسم التتويج وحتى تجهيز الملعب. الميكروفون يطير إلى الزميل هيثم السعيد في الاستوديو التحليلي وضيوف الكرام، ونعود لحضراتكم مع مراسم التتويج. فإليه الميكروفون.